عيسى عليه السلام في مدينة فلسطين في عهد النبي زكريا عليه السلام. كان يعيش عالم كبير يصلي بالناس اسمه عمران، وكانت زوجته تتمنى أن تنجب طفلا. وذات يوم شعرت أنها حامل، فنظرت أن يكون ابنها خادما لبيت الله طوال حياته. قالت: رب، إني نظرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. وقبل أن تلد توفي زوجها عمران وولدت طفلة، وأطلقت عليها اسم مريم. قالت: رب، إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قررت الأم أن تفي بنذرها وتجعل ابنتها في خدمة بيت المقدس، وأراد العلماء والكبراء أن يربوا الطفلة ابنة الشيخ الجليل الذي كان يصلي بهم، وتسابقوا في ذلك، واتفقوا على إجراء قرعة، من يفوز بها يحظى بشرف تربية مريم. وأجريت القرعة وفاز بها سيدنا زكريا، وأعطى القوم مريم لزكريا عليه السلام ليكفلها ويربيها ويعلمها. كانت مريم تقضي كل وقتها في عبادة الله، واشتهرت بصلاحها وتقواها في بني إسرائيل. وكان سيدنا زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها ظاهرة عجيبة، ففي الصيف يجد عندها فاكهة الشتاء، وفي الشتاء يجد عندها فاكهة الصيف. واحتار سيدنا زكريا فسألها: يا مريم، من أين لك هذا؟ أجابت مريم في إيمان: هو من عند الله. ثم أضافت في إيمان أشد: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان ذلك سببا في دعاء سيدنا زكريا لربه أن ينجب طفلا، فبشره الله بيحيى. وقد بشرت الملائكة مريم بمكانتها العظيمة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. جعل لها الله مكانة رفيعة لم تصل إليها أي واحدة من نساء الكون في أي زمان. أمرها الله أن تزيد من صلاتها وسجودها وركوعها وخشوعها، وعادت مريم إلى عبادتها وصلاتها. ذات يوم خرجت مريم من المحراب لتقضي بعض شؤونها، وأصبحت بمفردها شرق المسجد الأقصى. وهناك سمعت مريم صوتا فنظرت إلى مصدره لتبصر رجلا. قالت له: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أرادت أن تحتمي بالله منه، وسألت: هل هو رجل صالح؟ ولكنه أفهمها
أنه ليس بشرا بل هو رسول من رب العالمين، إنه الملك جبريل عليه السلام. قال لها: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اندهشت مريم، كيف تحمل وتلد غلاما وهي فتاة شريفة ولم تتزوج بعد ولم يمسها إنسان؟ قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أفهمها جبريل أنها إرادة الله، إنه على ما يشاء قدير، فلا غرابة أن تلد مريم دون أن تتزوج، إنها قدرة الله. لقد خلق آدم من قبل من غير أب أو أم، وخلق حواء من آدم من غير أم، وسيجعل الله ابنها آية للناس، آية على قدرته تعالى، وسيرحم به الله العباد. وقال سيدنا جبريل مبشرا مريم: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ستنجب مريم ابنا صالحا اسمه المسيح عيسى بن مريم، سيكون وجيها وله مكانة عظيمة في الدنيا، سيكلم الناس وهو طفل بمعجزة من الله، وسيكون نبيا عظيما من أنبياء الله. حملت مريم، كان حملا خفيفا يسيرا، واعتزلت الناس في مكان بعيد حتى لا يلاحظ أحد حملها. وحانت ساعة الولادة، وبدأت مريم تشعر بآلام الولادة، فلجأت إلى جذع النخلة وفكرت في قومها كيف ستواجههم ومعها طفلها، وماذا سيقولون عنها، وشعرت بالقلق والخوف. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت لأن الناس لن تصدق أنها ولدته بغير أب. سمعت مريم صوتا يناديها: ألا تحزني. أمرها الله أن تكف عن الحزن، إنه معها سيرعاها وينصرها. قال تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا، ها هو نهر تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي جذع النخلة لتسقط عليك الثمار الشهية فتأكلي منها وتشربي من النهر. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قولي يا مريم واشربي واطمئني، وإذا قابلت أحدا من البشر فقولي له إني صائمة. وكان من عاداتهم في الصوم الامتناع عن الطعام والكلام. وحملت السيدة مريم طفلها الرضيع، وفي خجل اتجهت إلى قومها لتخبرهم بأمره. سارت السيدة مريم إلى قومها وهي تفكر كيف سيستقبل اليهود طفلها، وماذا سيقول عنها الكهنة
الذين يخدعون الناس عندما يعرفون أن طفلها نبي وأن نفوذهم على الناس سيزول. وقفت السيدة مريم أمام قومها حاملة رضيعها الصغير، قالوا لها مستنكرين، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي قد فعلت شيئا منكرا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تساقطت عليها الاتهامات، ولكنها وقفت مرفوعة الرأس وأشارت إلى الرضيع في هدوء، فزادت دهشة القوم وقالوا في تعجب وإنكار، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، أي كيف نتحدث مع طفل رضيع؟ هذا شيء لا يعقل. ازدادت دهشتهم عندما فوجئوا بالطفل الرضيع يتكلم. قال سيدنا عيسى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقعت المعجزة وتكلم الطفل الرضيع، قال إنه عبد الله ونبيه. اختلف الناس، منهم من قال إنه الله ومنهم من قال إنه ابن الله وذلك افتراء على الله، ومنهم من قال على مريم أقوالا سيئة وبهتانا. قال تعالى، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وتوعد الله من لم يؤمن بنبوة سيدنا عيسى عذابا هائلا في الآخرة. أوحى الله تعالى إلى السيدة مريم أن تنطلق بطفلها إلى مصر، ورعاها الله أثناء سفرها في الطريق الشاق من فلسطين إلى مصر. وعاش المسيح عليه السلام طفولته وصباه في مصر حتى صدر الأمر الإلهي له ولأمه بالعودة إلى فلسطين. وعلم الله عيسى عليه السلام، علمه مما نزل من كتب على الأنبياء السابقين، علمه من صحف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى، وعلمه الله تعالى القدرة على الكتابة، وآتاه الله الحكمة. وكانت مهمة عيسى عليه السلام أن يكمل التوراة، فقد أضاع اليهود التوراة من بعد سيدنا موسى وأنقصوا منها، فجاء سيدنا عيسى لإكمالها، وأنزل الله عليه الإنجيل، وأيده الله بكثير من المعجزات. بدأت معجزات سيدنا عيسى في مهده عندما كلم الناس وهو طفل رضيع، وأكمل الله له التوراة التي أضاعها بنو إسرائيل. وكان سيدنا عيسى يصور من الطين كهيئة الطير، أي يجمع الطين في شكل طائر ثم ينفخ فيه فيتحول إلى طائر حقيقي بإذن الله تعالى. وكان سيدنا عيسى يشفي الأبرص والأعمى بإذن الله تعالى. ففي زمان سيدنا عيسى كان قومه متقدمين في علوم الطب،
وكان عندهم القدرة على علاج الأمراض ما عدا البرص والعمى. وجاء سيدنا عيسى ليشفي الناس من هذين المرضين بإذن الله، وكان سيدنا عيسى يحيي الموتى بإذن من الله عز وجل. وبهذه المعجزات بدأ عيسى عليه السلام يدعو قومه إلى الله. دعا سيدنا عيسى قومه إلى عبادة الله، أكمل لهم التوراة وأحل لهم بعض ما حرم الله عليهم، وكانت توجد بعض العقوبات التي حلت على بني إسرائيل نتيجة معاص ارتكبوها وانحرافات قاموا بها، فحرم الله عليهم بعض الأشياء. وجاء سيدنا عيسى فأحل لهم بعض ما حرمه الله عليهم من قبل بإذن الله. وراح سيدنا عيسى يداوي المرضى، يعيد نور العينين لمن فقده، ويشفي الأبرص وهو من كان في جلده بياض. وكان سيدنا عيسى يخبر قومه بأمور من أسرارهم، فينبئهم بما يأكلون من طعام وما يدخرونه في بيوتهم، وراح ينصح قومه بتقوى الله وطاعته. قال لهم: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لم يؤمن بسيدنا عيسى سوى طائفة قليلة، وشعر أن قومه يكفرون به، فقال: من أنصاري إلى الله؟ آمنت جماعة من الناس اسمهم الحواريون. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وبشر سيدنا عيسى قومه برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي بعده ليكون خاتما للأنبياء. قال: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وجاءهم بالبينات والمعجزات، فقال قومه: هذا سحر مبين. رفضت عقولهم أن تؤمن بالله واتهموه بالسحر. أمر سيدنا عيسى الحواريين أن يصوموا 30 ليلة، فلما انتهى صيامهم قالوا لسيدنا عيسى، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ حذرهم سيدنا عيسى أن يشكوا في قدرة الله تعالى. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أي كانوا يريدون أن يأكلوا من هذه المائدة التي تهبط عليهم من السماء، ليعلموا أن الله قد تقبل صيامهم وأجاب دعاءهم. ودعا سيدنا عيسى ربه وتضرع إليه قائلا:
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. دعا سيدنا عيسى الله تعالى أن ينزل المائدة لتكون عيدا لهم يوم فطرهم، وعيدا لمن يأتي بعدهم، وأن يزيد في رزقهم. واستجاب الله لدعوته، ظهرت غمامتان في السماء بينهما المائدة، وراحت تقترب رويدا رويدا. وسيدنا عيسى يدعو الله أن تكون المائدة رحمة لهم، وأن يجعلها الله بركة وسلامة لهم. وهبطت المائدة أمام عيسى عليه السلام وكانت مغطاة، فرفع عيسى الغطاء وهو يقول: بسم الله خير الرازقين. وبدأ الجميع يأكلون. كان بينهم مرضى فشفاهم الله بعدما أكلوا من المائدة، وتوعد الله من يكفر منهم بعد هذه المعجزة بعذاب شديد لا يعذبه لأحد آخر من العالمين. قال تعالى: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وأكل الناس كلهم من المائدة دون أن ينفد طعامها، وشفي كل مريض من مرضه، وصار يوم نزول المائدة عيدا للحواريين ولقوم عيسى عليه السلام. غير الناس من تعاليم سيدنا عيسى وأقواله، ادعوا أنه إله، وأن أمه السيدة مريم إله أيضا. قال تعالى لسيدنا عيسى: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال عيسى عليه السلام: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أي سبحانك يا ربي، أنت تعلم ما قلته للناس، وتعلم ما أظهره وما أخفيه، وتعلم الغيب. افترى الناس على الله بالكذب والبهتان، قالوا: إن الله هو ثالث ثلاثة، هم الله ومريم وعيسى، وزعموا أن سيدنا عيسى ابن الله. قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. كذب اليهود سيدنا عيسى تكذيبا شديدا، وافتروا عليه وعلى أمه الصديقة. وكان سيدنا عيسى يسيح في الأرض يتنقل فيها ليفر بدينه من فتن اليهود، لذلك أطلق عليه اسم المسيح. واستمر سيدنا عيسى في دعوته، وبدأ اليهود يفكرون في إيذائه ويكيدون له، وعجز اليهود عن وقف دعوة سيدنا عيسى،
لذلك قرروا قتله. أوحى الله تعالى إلى سيدنا عيسى إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. واتجه اليهود إلى عيسى ليقتلوه، وسار سيدنا عيسى نحو أحد البيوت، وكان للبيوت في ذلك العصر ثلاث فتحات: باب كبير لإدخال الأشياء الكبيرة، وباب صغير لدخول الأفراد، وفتحة في سقف المنزل. دخل سيدنا عيسى المنزل، ودخل خلفه رجل، وألهم الله سيدنا عيسى أن ينظر إلى أعلى، ونظر سيدنا عيسى فرفعه الله إليه بقدرته من فتحة السقف. رفع الله سيدنا عيسى للسماء، واستبطأ اليهود الرجل فخرج إليهم، واختلط عليهم الشبه: أهذا رجلهم أم عيسى؟ وشبه لهم أن هذا الرجل هو سيدنا عيسى، فأخذوه وصلبوه وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، ولكن الله تعالى نفى قتله. قال تعالى ردا عليهم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. لم يعرف اليهود هل قتلوا سيدنا عيسى أم الرجل الآخر، وصاروا في شك واتبعوا ظنهم، واستقروا على أنهم قتلوه، ولكن الله أظهر حقيقة ما حدث في قوله تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لقد كان ميلاد سيدنا عيسى بدون أب معجزة من الله، وكان رفعه إلى السماء معجزة أخرى، فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.